راح كده. انا عندي تساؤل حوالين تجديد الخطاب الديني. الخطاب تجديد الديني. الخطاب الديني آه. لان الخطاب الديني بعيد شويه عن المرتكزات اللي يعني الانسانيه، عن الافكار المؤسسه آه. للانسانيه، يعني مكارم الاخلاق زي ما سيادتك اتكلمت فيها آه. ما حدش بيتكلم فيها كتير، لكن ماسكين في الفرعيات، وفرعيات قائمه على اجتهاد بعض ما قد نسميهم الفقهاء. كانوا هم مش ناس وحشين، بس هو بيفكر في اطار معارفه تلك، وبعض الافكار كانت بتخدم الولي الاموي او خلافه. فاحنا عندنا ثوابت، اما الفقه ده نقدر نناقشه ونسيبه ونعمل تفكير جديد وتجديد. بس كل ما تلاحظ مثلا الشيخ محمد عبده خرجوه من الازهر، يعني طه حسين خرج من الازهر جاي امتحن، قال له اقرا يا طفيف يا كفيف. فاتجه الى الجامعه المصريه كانت ايام، يعني الشيخ المراغي كان له دور، يعني عاوزه شغل كده تخاطب مشاكل الحياة المصرية الآنية من خلال اتمام مكارم الأخلاق. بس اللي شاغل الساحة الآن أمور أخرى، شاغل الساحة الحجاب، النقاب، الإسراء، المعراج. ما أنا بقول المشاكل المجتمعية الكبرى بعيدة عندي خالص. يعني فكرة تدين المجتمع وإدخاله في منطقة الحلال والحرام. هو ابتدينا فيه بشكل في أواخر عهد السادات، لما ناصرين واليسارين والوفد بتاعه هجموه، قال طب نعمل ايه؟ او جاب ناس عثمان وغلافه. لا اللي جاب لهم بقى الجماعه دول الجهاديين والاخوان فابتدى حظنا وحش. يبقى انا بقى 67 لما انهار، يعني مصر واقعه حرب وهزيمه وحشه وبتاع، وفي ناس كتير راحت تشتغل في دول الخليج. فطبعا سمعوا تطبعوا جزئيا او كليا بتلك الافكار. تركيا حظها احسن، العماله بتاعتها راحت المانيا، اتعلموا. اللي رجع منهم رجع ببعض المعارف اللي هي حسنت تركيا. احنا كان وضعنا الاقتصادي احسن من تركيا في الخمسينات، ف عاوزه مجهود من الاعلام ومن رجال الدين المتنورين اللي هم اعمال العقل. نرجع تاني لاعمال العقل. هل الازهر بيشكل عقبه في هذا الطريق؟ والله يعني مش عارف، يمكن يعني كان في بعض الافراد اللي هم معروف ان هم يمينيين اذا قلنا، يعني وفي افراد يمكن تقدميين، يعني في بس واحد منهم كان الدكتور محمد العزب ده، الله يرحمه كان. الله يرحمه حسين. يعني أنا أول مرة أسمع منه تعريف الليبرالية، هي يا شغل ده بحر. مثل هذه الشخوص ما هي اللي كانت ممكن. هي اللي كانت ممكن إن هي تؤكد عمل العقل خارج الثوابت. أيضا كمان نقطة